أسكتوا قلب مهسا أميني، فتحركت قلوب الإيرانيين معها وهتفوا بإسقاط الدكتاتور. تواصل الاحتجاجات ضد نظام الملال في عدد من المدن بينها العاصمة طهران بعد مقتل الشابة الإيرانية، والحرس الثوري يشن هجوما على العراق ردا على الانتفاضة ضده. إذن يواصل الإيرانيون مظاهراتهم احتجاجا على وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني، وذلك بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس المعمول بها في إيران. توقف قلب مهسا، واتهم الشارع الإيراني الأمن بقتلها خلال احتجازها، فتحرك من يهتم مع عدد كبير من النساء ضد الدكتاتور المرشد منذ أيام. عشرات الأشخاص قتلوا برصاص الأمن في مدن إيرانية كبرى، يتوعد الحرس الثوري المتظاهرين ويشن هجوما صاروخيا وجويا على مجموعات كردية في كردستان العراق، قال إنها تقف وراء الانتفاضة الشعبية ضد النظام في طهران. المزيد في تقرير طارق دعاس. في دولة المرشد صاحب الثورة المتسلطة على رقاب الإيرانيين لعقود، تضرم نساء إيرانيات على مدى 12 يوما النار في عدة محافظات، مشعلة انتفاضة وقودها شعورهن. ولتلك الجدائل الأخذة بالالتفاف حول عنق النظام الإيراني رمزية احتجاجية بدأت مع وفاة مهسا أميني، الفتاة العشرينية التي أوقفت بدعوى مخالفة قانون الحجاب ولهول ما عاشته على يد شرطة الأخلاق، يتوقف قلبها وتفارق الحياة. وعلى الفور ينبض الشارع الإيراني وينفجر الغضب المكتوم، رافضا هذه الممارسات القمعية ومطالبا بتعديلات جذرية تحفظ الحقوق والحريات. شرارة الاحتجاجات التي أشعلتها مهسا بموتها لم تكن الأولى، فقد شهدت إيران على مدى السنوات الماضية حركات شعبية ومظاهرات ضد الحكومة انتهت بمحاصرتها وقمعها، غير أن ما يجري اليوم بدأ يأخذ طابعا مختلفا مع انضمام شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني إلى تلك الاحتجاجات، منهم رياضيون وفنانون نددوا بحجم العنف الممارس على الشعب، لا سيما مع تسجيل أكثر من 75 قتيلا على يد قوات الأمن والحرس الثوري، وعليه طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم. سياسة إيران الخارجية وتذرعها بالحرب ضد ما تصفه بالشيطان الأكبر رواية باتت خارج اهتمام المواطن في الداخل الإيراني الذي تعصره الأزمة ويزج بأبنائه في معارك عدمية تجري خارج حدود بلده، فهل سيشهد العالم ربيعا فارسيا تتحول معه هذه الانتفاضة إلى ثورة تقض مضجع الخامنئي الذي يصارع المرض على فراشه؟ حول هذا الملف معنا من طهران مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا من لندن محمد مدحجي الباحث في الشؤون الإيرانية، ومعنا من الدوحة الدكتور علي باكير أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع في مركز ابن خلدون بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع طهران مع السيد مهدي. سيد مهدي، قبل قليل الرئيس الإيراني يصرح يجب التعريف بين الاحتجاج وبين أعمال التخريب، ما يسميه إبراهيم رئيسي أعمالا تخريبية عم أكثر من 80 مدينة وبلدة في إيران. إذا أردنا أن نعود إلى الأسباب، لماذا اندلعت هذه الاحتجاجات سيد مهدي؟ سيد مهدي هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع طهران. أنتقل إلى لندن مع سيد محمد مدحجي. سيد محمد مدحجي، أنت في خارج إيران تشاهد هذه الاحتجاجات التي اندلعت والتي تزداد شرارتها يوما بعد يوم،
برأيك لماذا وصلنا إلى هنا؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الأفاضل وكذلك الضيوف الأعزاء. طبعا ما نشهده واندلاع هذه الاحتجاجات بسبب مقتل هذه الشابة على يد الشرطة الإيرانية هي لها أسباب عديدة، وهذه يعني سقوط هذا القتل هذه المرأة هو كان محركا لتراكمات كثيرة على عاتق الشعب الإيراني الذي يعاني أزمة اقتصادية، يعاني في توفير الكلفة المعيشية وحتى الطعام. وضيفي على ذلك صراع الأجنحة المحتدم في النظام الإيراني على خلافة خامنئي، الحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى يدفعان باتجاه تنصيب مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى الثاني ليكون خليفة لوالده، بينما أجنحة أخرى تدفع باتجاه تنصيب حسن روحاني ليكون المرشد القادم. وهذا الصراع نراه ينعكس على هذه الاحتجاجات، أي بمعنى أن هناك أجنحة تساعد هذه الاحتجاجات بالاستمرار. أنا لا أقول أن الشعب يهمه هذه الصراعات في النهاية، نعم تريد الصوت أيضا يتقطع تحيي استمراريتها. نعم هذا الصوت في حكم. والآن رغم قطع الإنترنت بشوارع نرى أن الشعب تمكن من أن يواصل قيادة هذه الاحتجاجات. ولا ننسى الإقالة المذلة لرئيس الحرس الثوري حسين طائب مؤخرا الذي أقاله المرشد الأعلى بشكل مذل ومسيء ومتهم بأنه يدعم اتجاه على حساب اتجاه آخر ليس وفق رؤية مكتب المرشد الأعلى، وهذا أيضا يؤثر أي هناك جناح داخل جهاز استخبارات الحرس الثوري غير راضي من مكتب المرشد الأعلى ومن المرشد الأعلى نفسه، لأنه حسين طائب يعرف بقوته وقوة تياره داخل السلطة الإيرانية خاصة داخل الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك هناك صراع بين وزارة المخابرات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري، هذا الصراع قديم يتجدد كل مرة والآن تجدد في هذه الاحتجاجات، وسنشهد المزيد من هذه الصراعات في إيران. طيب إذا أسباب كثيرة استعرضتها سيد مدحجي، يعني أريد أن أنتقل بهذه الأفكار إلى ضيفي في الدوحة دكتور علي باكير. هل تبدو هذه الأسباب التي ذهب إليها سيد محمد من لندن منطقية لاندلاع هذه الاحتجاجات الواسعة في عموم المناطق الإيرانية، أم أن المسألة ببساطة هي مقتل فتاة كردية على يد شرطة الأخلاق؟ سيد علي. طيب يبدو أن هناك مشكلة أيضا في الصوت مع الدوحة. بالعودة إلى سيد محمد من لندن، أنت معنا الآن سيد محمد، أنت الوحيد، يعني دعني أناقشك في الأفكار التي طرحتها. هل تعتقد أن ما أشرت إليه منصف، أم أنه من المبالغة القول أن جميع هذه الأسباب تكاتفت في هذه اللحظة وأخرجت هؤلاء الشباب الذين من المحتمل ألا تكون كل هذه الأفكار خاطرة في بالهم؟ هم يخرجون من أجل التعنت من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل شرطة الأخلاق في التعامل معهم، من أجل عدم قدرة هذا الجهاز على إدراك التغير في واقع الشباب. لاحظي معي سيدتي العزيزة، أنا لم أقول أنه خرج الشباب والشعب إلى شارع بسبب صراع الأجنحة في إيران، أنا أقول أنه صراع الأجنحة في إيران يساعد على استمرارية هذه الاحتجاجات، أي بمعنى الشعب لا يعنيه ما يقوله هؤلاء، وأصبح لدى الشعب قناعة واسعة بأن أجنحة النظام الإيراني تتقاسم الأدوار من أجل استمرارية السلطة، سلطة الملالي وسوء إدارة البلاد والفساد والإجرام المستمر في إيران هو سبب هذه الاحتجاجات. يعني أبسط حقوق للمواطن، أبسط احترام للمواطن، أنا لا أتحدث عن حقوق، دعينا من الحقوق
لا أعرف ما المشكلة اليوم بما يطالبه السلطة. سيد محمد سأعود لك بعد قليل، لكن يبدو أن ضيفي من طهران جاهز الآن. سيد مهدي شريعة مدار، أهلا بك مجددا. الرئيس الإيراني يقول يجب التفريق بين الاحتجاج وبين أعمال التخريب. وزير الخارجية كان قبل أيام أنكر أن ثمة خبر مهم في إيران أصلا. برأيك لماذا توسعت هذه المظاهرات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي القناة. أولا أنا يعني الوزير الخارجية لم يصرح أنه لا يوجد، بالعكس تحدث عن الاحتجاجات والتظاهرات التي حصلت وقال أن الشعب الإيراني أو المرأة الإيرانية ترتدي حجابها كما ترى ذلك مناسبا لها، وقال أمور أخرى، تحدث بالعكس بالتفصيل عن ما حصل. هو في الأمم المتحدة حسين أمير عبد اللهيان قال لا يوجد خبر مهم في إيران، وقال أن إيران ليست مكانا للانقلاب وللتظاهرات، هكذا قال بشكل واضح، هذا اقتباس عنه. قال أنها ليست مكانا للانقلابات الملونة أو المخملية كما تسمى، بمعنى أن هناك، نعم هناك تظاهرات، هناك احتجاجات، لكن على القوى المعادية ألا تتصور أنها ستتمكن من أن تحقق انقلابا مخمليا أو ملونا كما حدث في بعض الدول الأخرى. بالعكس هذا الكلام يدل على أنه ينفي ما تريده القوى المعادية لإيران. طيب دعنا نعود إلى السؤال، يعني هذا النفي هل يقتضي برأيك إدراك للسياقات من قبل الجهات الرسمية الإيرانية للنتيجة التي نشاهدها اليوم في الشارع الإيراني، شعارات بسقف مرتفع جدا، طالت خامنئي وطالت الحرس الثوري وطالت البسيج؟ نعم، أولا هذه التظاهرات والاحتجاجات لم تكن الأولى في إيران. الاعتصامات والتظاهرات للمطلبية مثلا، للعمال، للمعلمين، كانت مستمرة خلال الأشهر الأخيرة ومقابل مبنى مجلس الشورى الإسلامي أو في المدن أو ما إلى ذلك. هذه الشعارات نعم كانت من ضمن الشعارات التي طرحت، وبالعكس تدل على وجود الحرية في التعبير وفي الاحتجاج وفي التظاهر في شوارع طهران والمدن الأخرى. لم تواجه هذه التظاهرات والاحتجاجات على الرغم من أن سقف الشعارات كما تفضلت كان قد، يعني المتظاهرون صعدوا سقف الشعارات، لكن ما حصل من مواجهة بين قوى الأمن وحفظ النظام كان بسبب أعمال الشغب التي حصلت لاحقا. حاول البعض أن يركبوا موجة التظاهرات والاحتجاجات وأن يقوموا بأعمال الشغب، ولذلك كانت المواجهة. بالمناسبة هنا عن أي حرية نتحدث؟ الإنترنت مقطوع في إيران، في المدن الإيرانية اليوم. أيضا هناك أكثر من 75 شخص قتلوا في هذه المظاهرات. إذا كانت هكذا الحرية، فما معنى عكس الحرية؟ الحرية تعني بأن من يريد أن يتظاهر أو يحتج أو يهتف بهتافات عالية السقف جدا بإمكانه أن يقوم بذلك. عدد القتلى كما تفضلت ليس هو بهذا العدد، وبالمناسبة هذا يعني عدد الضحايا يشمل الطرفين وليس طرفا واحدا. النقطة بالنسبة للإنترنت، نعم بما أن الإنترنت استخدم كوسيلة لإيصال المعلومات للمشاغبين للانتقال من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة لمواصلة أعمال الشغب، لذلك تم قطع الإنترنت. هناك مبدأ واضح بين موضوعة الأمن العام وبين موضوعة الحقوق العامة. إذا كان هناك تعارض بين هاتين الموضوعتين فالأمن العام يغلب على الحقوق العامة، طبعا لفترة تقتضي ذلك، لأنه بفقد الأمن العام لا يمكن أن نتحدث عن الحقوق. المسألة في موضوع قطع الإنترنت تعود إلى الذين ارتكبوا أعمال الشغب والذين كانوا وراءهم
ونحن نعلم من هم وراء هؤلاء، لذلك تم قطع الإنترنت كوسيلة لإثارة أعمال الشغب، وهذا من حق السلطات ليس الإيرانية وإنما في أي مكان. طيب سأعود لك حول هذه النقاط، لكن بالعودة إلى دكتور علي. دكتور علي، أشار ضيفي من طهران إلى أن هذه المظاهرات ليست الأولى، وهو كذلك فعلا المدن الإيرانية شهدت احتجاجات في عام 99، في 2009، أيضا عام 2019. ما الجديد برأيك في هذه التظاهرات اليوم؟ لماذا توصف بأنها الأشد خطورة؟ يعني أعتقد ظروف إيران الداخلية والوضع الإقليمي يحتم على البعض القول بأن هذه التظاهرات تحصل في مناخ مختلف تماما. أضف إلى ذلك أنه كان هناك أيضا معلومات خلال الفترة الماضية عن أن صحة المرشد في حالة متدهورة، وأنه يعني موضوع الخلافة لم يحسم، وقد بغض النظر إذا ما كان مريضا فعلا أم لا، فيعني عمره الآن طاعن في السن وممكن أن يحصل هناك تغيير، وفي ظل حالة التنافس الشديد بين الأجنحة داخل إيران، بالإضافة إلى طبعا تغول الحرس الثوري في الاقتصاد وفي السياسة وفي الأمن في البلاد، فهناك حالة ضبابية حول مستقبل إيران، وبالتالي هذه التظاهرات جاءت في هذا السياق. علاوة على هذا الوضع الإقليمي غير مستقر، كان من المفترض أن يتم هناك اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لم يحصل، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدراسة إمكانية زيادة الضغوط على النظام الإيراني، وأيضا النظام لم يعني يستغل الفرصة السانحة خلال العام الماضي ويقوم بتحسين علاقاته الإقليمية مع دول مهمة مثل السعودية وتركيا، وبالتالي هو في وضع الآن حرج. لكن أنا أعتقد أنه علينا أن لا نبالغ في تضخيم التظاهرات، وفي نفس الوقت لا نقلل من أهميتها، علينا أن نضعها في سياقها الصحيح. النظام أيضا لا يزال يتمتع بقوة بطش رهيبة، عادة ما يسمح أصلا هو لفترة معينة بالتظاهرات أن تستمر كي يحصل حالة تنفيس من الاحتقان المتزايد في الشارع الإيراني، ثم يقوم باستخدام القوة العنيفة أو المفرطة أو القاتلة في قمع المتظاهرين. ونحن بالفعل نشهد هذا السيناريو الآن يتكرر لناحية الحسابات الأمنية للنظام. طيب أشرت إلى أننا يجب أن نضع هذه المظاهرات في سياقها الصحيح. البعض يبسط المسألة ويقول بأنها ببساطة سببها نسوي، سببها جندري، المسألة مسألة حقوق مرأة، ومهسا أمين هي فتاة كردية كانت تقاوم الشكل الذي تحاول السلطات أن تجبرها عليه، وهذا ما أدى إلى هذا الانتفاض في الشوارع الإيرانية. من وجهة نظري متواضعة لا أعتقد أن الموضوع يتعلق بالجندرية أو بالنساء بشكل عام، لكن نعم الآن يعني السبب هذه التظاهرة يرجع إلى طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع الشارع الإيراني، وكان هناك حالة من الاحتقان بسبب التعامل فيما يتعلق بالحجاب، وتم قتل الفتاة، وبالتالي أدى هذا إلى إشعال حركة تضامن في الشارع، والأمر تطور إلى ما هو أكبر من ذلك. لا أعتقد أن الموضوع يتعلق بناحية جندرية، هناك أيضا يعني هناك عوامل اقتصادية وعوامل اجتماعية، هناك الوضع السياسي، كل هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع الداخلي وبالتالي انفجاره عند أي شرارة. يعني هذه المرة بسبب هذه الفتاة، في مرة أخرى يكون في سبب آخر، وبالتالي يعني لا أن نتوقف عند السبب المباشر. أنا أعتقد أنه الوضع طبعا في حالة تطور، النظام الإيراني يعي أن هذه مسألة خطيرة، ولذلك هو بعد أن يسمح بأن تأخذ هذه التظاهرات مداها كي يحصل هناك حالة من التنفيس عن الاحتقان، يقوم هو باستخدام قوته المفرطة في قمع الشارع، ويستخدم كل أدوات القمع التي نعرفها من قطع الإنترنت إلى الملاحقات الأمنية إلى حالات قتل، حتى وصلت في إثنيات متعددة، الأمر لا يتعلق فقط في الأكراد، تم قتل أيضا عدد من النساء ينتمين إلى الأقلية الأذرية أو التركية، وبالتالي هناك حالة يعني تفاقم، وهذه الأقليات أصلا ليست مرتاحة في الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الإيراني الحالي. رأينا انعكاس هذا الأمر مثلا عند الحرب الأذربيجانية الأرمينية والحساسية العالية التي اتسم بها النظام الإيراني والسلطات الإيرانية تجاه الأقلية التركية وإمكانية تضامنها مع أذربيجان، نفس الشيء يتعلق بالأكراد
العرب، وبالتالي الآن النظام أمامه امتحان جديد في هذه المرحلة. طيب إذن علينا التوقف عند السبب المباشر، سأعود للحديث عن هذا السبب المباشر مع ضيفي في طهران، لكن دعونا الآن نتعرف إلى مهسة أميني التي تسبب مقتلها بتفجير الاحتجاجات في إيران، ثم نعود للنقاش. أهلا من جديد سيد مهدي. إذن السبب المباشر ليس على ما يبدو هو مقتل مهسة أميني، ليس هذا هو السبب المباشر، يعني هناك صحف وهناك العديد من المراقبين يشيرون إلى وجود عجز داخل النظام الإيراني على مواكبة التغيير الذي يحدث داخليا وحتى على السياق الإقليمي والدولي. لماذا يصر النظام في إيران على إنكار هذه الحقيقة حتى الآن؟ ألا يخشى من تكرار سيناريو ثورة عام 1979؟ أولاً أنا أتحفظ على الكثير مما قاله ضيفك الكريم، ليس من ناحية الموقف والتحليل، وإنما من ناحية المعلومات الخاطئة الواردة في كلامه مع احترامي له. النقطة الثانية، أتحفظ على كلمة مقتل، لأن الحديث عن عملية قتل حتى نفهم، حتى لا نتجاوز عن النقطة، تتحفظ على قول أي من ضيوفي، ضيفي من لندن أم ضيفي من الدوحة سيد شريعة مدار، ولك الحق أيضا في التعليق. بما أنني التحقت متأخرا أتحفظ على الكلام الذي سمعته آخر ضيف تحدث، أنا الضيف الوحيد الذي استمعت له. تتحفظ شيء وتشير إلى عدم صحة المعلومات شيء آخر. لا، هناك معلومات خاطئة، يعني وهذه هي مشكلتنا مع المحللين والخبراء المتواجدين خارج إيران، ليس لهم معلومات كافية، معلومات سوسيولوجية على الأقل، علميا أنا أتحدث وليس لا أتحدث من انطلاقا من موقف سياسي، أنا أتحدث بشكل علمي عن المعلومات السوسيولوجية الموجودة عن دكتور المجتمع. علي لك حق الرد، هناك أخطاء واضحة فيها، هناك أخطاء واحدة في التفسير السوسيولوجي للمجتمع الإيراني دكتور علي. يعني وضيفك موجود الآن والكلمة معه، فلينورنا بالأخطاء التي يتحدث عنها يعني حتى نستفيد. لا يوجد هناك حالات قتل الآن في صفوف المتظاهرين من قبل السلطات الإيرانية، أليس المقتولين ينتمون إلى أقليات مختلفة كردية وتركية وخلافه؟ هل هناك أخطاء في هذه المعلومات؟ فليصححنا إذا كنا. نعم، هناك أخطاء، لم يكن أصلا الأقلية التي تسميها الأقلية التركية وهي لا تعتبر أقلية بالمعنى الدقيق للكلمة، لا توجد مشكلة بين الأذنيين وبين نظام الحكم، وبين نظام الحكم في إيران ربما ثلث الحكام إيران هم من الأذريين، انطلاقا من قائد الثورة الإسلامية في إيران إلى الكثير من المسؤولين والوزراء وما إلى ذلك. مشكلة أذربيجان وأرمينيا لا ترتبط بالأذريين في إيران، ومن الخطأ طبعا هذه نقطة أخرى، لكن يعني هذا لا يؤدي بنا أن نقول بأن الأذريين ليسوا أقلية في إيران. سيد مهدي، على العموم هذه ليست نقطة النقاش، يعني أعود معك إلى أوضح لو سمحتي. هم ثاني أكبر، هم أول أكبر أقلية إذا ما اعتبرنا أن الفرس هم أغلبية، فالأتراك الأذريين هم الأقلية الأكبر في إيران، هذا أولا، وهذه معلومة صحيحة ودقيقة. ثانيا،
ضيفك قال أن هناك مسؤولين كثيرين في إيران في النظام الإيراني من الأقلية التركية، وكلامه أيضا هذا صحيح، لكن هذا لا يتعارض مع ما قلته أنا، يعني ليس هناك تعارض. فالفرد عندما يصبح في النظام الإيراني يكون معياره خارج معيار، هناك من الأقلية العربية في مناصب متقدمة مثلا في النظام، ومع هذا فالقمع للأقلية العربية يعني مشهودة معروف، يعني ليس هناك ما نخفي في هذا المجال. نفس الشيء يعني في مواضيع أخرى، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، أنا أعرف هذه التفاصيل وهي معلومات صحيحة ودقيقة وليس كما تفضل هو أنها مغلوطة، لكن أنا لا أريد أن أشتت الموضوع. نحن نتحدث الآن عن المظاهرات وعن تعامل النظام الإيراني مع هذه التظاهرات. وأنا قلت أننا لا أريد أن نضخم من أيضا من حجم هذه الواقعة، ولا نريد أن نقلل أيضا من نفس الوقت. لذلك أنا أحاول أتحدث بموضوعية تامة وشديدة بعيدا عن الحسابات، أنا لا أنتمي لأي جهة يعني حتى. وبالتأكيد هذا هدفنا جميعا هنا. سيد شريعة مدار، إذا لماذا هذه الحالة من الإنكار الدائم لدى النظام الإيراني إزاء تقييم واقع ما يجري؟ تفضل. اسمحي لي قبل الإجابة يعني على سؤالك، الوقت ضيق وأريد إجابة على هذا السؤال. لا، لأنه هو تطرق إلى موضوعات خارجة عن الموضوع الأصلي للبرنامج. لا يوجد، قلت رأيك وهو أجاب، رد على ما تفضلت به، وأنا أريد أن أجيب عليه. لا توجد حالة قمع للآذريين أو كما نسميهم نحن الأتراك في إيران مطلقا، كما لا توجد حالة قمع لبقية القوميات الأخرى. هذه معلومات. هل توجد حالة قمع للمتظاهرين اليوم؟ البسيج نزل بثقله إلى الشارع. سيد مهدي، هل توجد حالة قمع تجاه المتظاهرين؟ البسيج نزل بثقله إلى الشارع، يعني بالرصاص الحي يطلق على المتظاهرين. لا، لاحظي، يجب أن نفصل بين، أنا أتحدث وفق مبادئ القانون العام، لا أتحدث وفق البروباغندا الإعلامية والسياسية. أنا أتحدث بناء على الصور، بناء على الفيديوهات، بعيدا عن البروباغندا. سيد مهدي، يعني إذا تريدين أن تتحدثي لحالك لوحدك فلك، يعني أنت لك الحرية، لكن اسمحي لي أن أكمل حديثي رجاء، لا تقاطعيني. بالتأكيد سأعطيك الحق، لكنك تتهمني الآن وتتهم سؤالي بأنه نابع عن البروباغندا. لا يمكن أن نتحدث بهذا الشكل، لا يمكن أن نتحدث بهذا الشكل. اسمحي لي أن أكمل حديثي ثم لك الحرية في الرد ولضيوفك أيضا. فيما يتعلق بالموضوع، شتان بين التظاهرات والاحتجاجات وبين أعمال الشغب. الحق الحرية في الرأي وفي التعبير وفي الاحتجاج وفي النقد مكفول، وفي اليومين الأولين، ليس في اليومين الأولين من هذه الجولة من التظاهرات، وإنما يوميا هناك تظاهرات واحتجاجات واعتصامات مقابل مبنى مجلس الشورى الإسلامي ومجموعة من المباني الحكومية، ولا أحد يتعرض لهم. حق الاعتراض والاحتجاج مكفول لجميع المواطنين، لكن أعمال الشغب مرفوضة ليس وفق المفهوم الإيراني، وإنما في أي مكان من العالم. يعني إذا كانت هناك أعمال تخريبية ضد المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وعمليات، لا يمكن أن يقبل أحد بالإخلال في الأمن والنظام العام. نعم، قوات البسيج وقوات الشرطة وقوات حفظ النظام العام دخلت إلى الميدان وبكل قوة لمواجهة أعمال الشغب، وليس لمواجهة المحتجين والمتظاهرين الذين كانوا في الأيام الأولى وما زالوا، وحتى هذه اللحظة هناك احتجاجات وتظاهرات لم تتعرض لها الشرطة. الكثير من الصور التي اليوم تبث عبر القنوات الإعلامية، حتى القنوات الإعلامية المعادية والموجهة ضد إيران، إذا لاحظت التظاهرات والاحتجاجات أساسا إما لا توجد تتواجد قوات حفظ النظام، أو إذا كانت متواجدة فهي تبقى متفرجة ولا تقوم بأي عمل. نعم، إذا كانت هناك أعمال شغب فمن الطبيعي أن تقوم السلطات المعنية بواجبها في مكافحة الشغب. طيب سيد شريعة مدار، يعني بالإشارة إلى النقطة التي أشرت إليها بأن أعمال الشغب مرفوضة في كل دول العالم، أعمال الشغب بالتأكيد لا يرد عليها بالرصاص الحي. مثلا لدينا في اقتحام الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر صدر الأحكام بحق المتهمين بذلك، لكنك لم تجبني حتى الآن عن السؤال الذي سألته لك. سأعود لك، لكن أريد أن أفتح المجال لضيفي من لندن.
أرد على هذه النقطة. لا اسمحي لي اسمحي لي، الوقت الوقت الآن لضيفي من لندن، عفوا سأعود لك سأعود لك وأعطيك وأعطيك مجالا. أنت تطرحين شيئا سيد جريئة مدار، أنا هنا من أدير الحوار لو سمحت، لو سمحت لا بهذه الش... لا سيد لا سيد لا تطرحين ادعاءات سيد محمد ينبغي الرد عليها. لا سيد محمد المايك لك الآن، لي الحق لك الحق سأعود لك، لكن أنا هنا من أدير الحوار سأعود لك. سيد محذجي نعم، ما رأيك بما أشرنا إليه؟ لا يمكن أن تطرحي ادعاءات من دون أن ضيفي من لندن تفضل. أنا لم أنتبه للسؤال لو تكرمي. أقول هل تعتقد بأن تعامل القوى الأمنية مع هذه المظاهرات هو الطريقة المثلى، أم أنه يمكن امتصاص غضب الشارع الذي بدأ في البدايات في حديث أيضا البرلمان الإيراني عن ضرورة إجراء تحقيق في سلوك شرطة الأخلاق، أم أن هناك مبالغة في التعامل مع الشارع بهذه القبضة الأمنية؟ يعني لاحظي معي في الاحتجاجات السابقة التي انطلقت من الأحواز ضد الإجرام الذي يمارسه النظام الإيراني بحق الإنسان والحجر والشجر في الأحواز، وهذا مشهود عليه في حتى المنظمات الأممية بسبب سوء إدارة البلاد من قبل النظام الإيراني، راح ضحية تلك الاحتجاجات أكثر من 1500 شهيد سقطوا خلال أقل من شهر. النظام الإيراني قائم على القمع، يعني وفق المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال فترة 8 سنوات الحرب الإيرانية العراقية، إيران قامت بتصفية أكثر من 120 ألف مخالف في السجون دون محاكمة، وبعدها قامت بإعدام أكثر من 5000 من السجناء الذين تم الحكم عليهم لفترات معينة من السجن، عادوا بدون أن يحاكموا معدموهم، وهذه أيضا مسجلة بالأسماء، 3600 اسم مسجل لدى الأمم المتحدة. النظام الإيراني له يد طويلة في الإجرام والقتل والإباحة، يعني هذا لا يقتصر طبعا على إيران فقط. لاحظي من يوالي إيران يحكم العراق، نفس الجرائم نفس الفكرة ونفس العقلية الذي يمارسونها. وبالمناسبة إيران تدعي وتزعم كذبا وزورا أنها تمثل التشيع في العالم، ولاحظي ماذا فعلوا بشيعة في العراق، يعني هؤلاء وإيران تسميهم، هذا موضوع آخر تماما. لا لا يعني لا لا طيب. وليس موضوع آخر حتى نجيب على السؤال ونستشهد بأمثلة بأمثلة تؤكد ما أقوله. ما فعلوه في سوريا، ما يفعلونه في لبنان، أخذوا نفس الفكر الطائفي الآن لليمن ويروجون لي طقوسهم في اليمن، اليمن الذي كان يخلو من هذه الطقوس وإن اختلفنا أو إن وافقناها. الآن نرى يعني نفس الممارسة يمارسها النظام الإيراني حتى يتهرب من مسؤولياته. يعني ببساطة تم اعتقال امرأة أو مواطن أو مواطنة من قبل الشرطة في كل العالم، الشرطة مسؤولة عن حياة المعتقل. إيران ليست مسؤولة عن أي شيء، إيران مسؤولة، النظام الإيراني مسؤول عن شيء واحد، يحافظ على سرده الإعلامي عذرا الغبي، لأنه من أجل بضعة شعيرات خرجا من تحت غطاء الرأس الآن وضعوا أنفسهم في ورطة لا يمكن أن يخرجوا منها بهذه السهولة. لا تعتقد معي سيد مدحجي بأن الداخل الإيراني لديه استعداد وقابلية دوما للانتفاض؟ يعني أشار ضيفي من طهران إلى أن هؤلاء القتلى ليسوا فقط من المتظاهرين، أيضا هناك قتلى من رجال الأمن، بالتالي هناك ردة فعل عنيفة يبدو أنها من قبل الشارع الإيراني، هذا إلى ماذا يؤشر؟ يعني شوفي هذه تبريرات دوما إيران تقوم بها، أنا أسميها هندسة الاحتجاجات. إيران النظام الإيراني هو من يرسل جماعات حتى يبرروا للقمع اللاحق، وهذا شيء معروف، نظام إجرامي بكل المقاييس، يعني هو لا يهمه أي شيء إلا البقاء، يعني هذا. والآن المشكلة يعني لاحظي الآن مشكلتهم هي ليست مع الشعب، هي مشكلتهم داخلية، انقسامات في الحرس الثوري، انقسامات في جهاز استخبارات الحرس الثوري، هناك من يرفض من قوات الأمنية أن يواجه المواطن، يعني وصلوا إلى نقطة حيث الآن قواهم من يواليهم لدي علامات استفهام لماذا يجب يواجه هذه الاحتجاجات، يعني الآن هم في ورطة كبيرة. وأيضا كما أسلفت في حديثي هناك صراع حول خلافة خامنئي، لهذا السبب النظام عاجز عن مواجهة هذه الاحتجاجات بهذه السهولة كما فعلها سابقا. وما يجري حاليا برأيك سيؤثر على خلافة مجتبى ابن خامنئي للمشهد
في حال وفاة خامنئي؟ دون ذرة شك، وهناك المزيد من الاحتجاجات، وأنا أقولها قاطعا، خلال الأشهر القليلة القادمة بسبب صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني، لأن هناك أجنحة في عمق النظام الإيراني لا تريد مجتبى خامنئي، ولهذا السبب سنشهد مزيد من الأزمات داخل إيران. طيب دكتور علي، إيران تستدعي سفيري بريطانيا ولندن بشأن ما قالت أنه تدخل في التغطية الإعلامية المعادية. هذه الاتهامات التي توجهها طهران دائما للغرب بالتدخل بالشؤون الداخلية والمسؤولية عن تأليب الشارع الإيراني ضد الحكومة الإيرانية، ما مدى وجاهتها برأيك؟ لا أعتقد أن هذا يعني يأخذ على محمل الجد. هذه الاتهامات هي محاولة تصدير للأزمات الداخلية الإيرانية، مرة باتجاه بريطانيا وفرنسا، ومرة باتجاه تركيا والسعودية، ومرة باتجاه إسرائيل، ويعني ومرة باتجاه أمريكا الشيطان الأكبر. لكن الموضوع يعني لا يحتاج إلى ذاك الوضع من التحليل العميق. يعني هناك فتاة تم قتلها وهي في يد السلطات الإيرانية. إذا اتفقنا أن الاحتجاجات التي تتجاوز حالة التعبير عن الرأي مرفوضة في كل المجتمعات وفي كل العالم ويجب قمعها بالقوة، فهل قتل المواطنين وهم محتجزين لدى السلطات أمر مسموح به؟ هذا ما حصل في الجانب الإيراني. يعني الوضع وضع داخلي، الأمر يتعلق في الحجاب، هناك حالة احتقان، تم قتل فتاة، ثم اندلعت هذه الانتفاضة حالة تضامن وردت السلطات بقمع أكبر. وأنا كما قلت وأكد ضيفكم من طهران أن النظام يترك هذه التظاهرات تأخذ مداها حتى يحصل هناك حالة تنفيذ ثم يضرب بيد من حديد. لكن أعتقد أن هذه الدوامة من العنف والعنف المضاد لا شك أنها تؤدي إلى تآكل أولا شرعية النظام، وثانيا قدرته على السيطرة. وكما سبق وأسلفت هناك تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وبالتالي من الممكن جدا أن تخرج هذه التظاهرات عن السيطرة وأن ندخل في حسابات مختلفة تماما. لذلك أنا لا أميل إلى موضوع اتهام الخارج، الموضوع داخلي. لكن واضح بأن اتهام الخارج وتصدير المشاكل إلى خارج إيران يبدو أنه ديدن الحكومة الإيرانية في التعامل مع هذه الأزمة. أيضا هناك قصف لأقليم كردستان في العراق، متهمين الجهات هناك بأنهم وراء ما يجري من احتجاجات في إيران. يعني إذا كانت السلطات العراقية أو السلطات البريطانية قادرة على أن تحرك الشارع الإيراني بهذا الشكل ضد الحكومة، فأعتقد أن هذه الحكومة يعني أيل إلى السقوط وهي غير قادرة على إدارة البلاد. وبالتالي هم من خلال يعني محاولتهم توظيف سردية مسؤولية الخارج يقوضون سلطاتهم الداخلية بدلا أن يحتووا الوضع. وأعتقد أن هذه طريقة خاطئة في التعامل طبعا مع التطورات الحاصلة. لكن كما ذكرت أنا عن موضوع داخلي ليس له علاقة بأي طرف خارجي، هي محاولة واضحة لتصدير الأزمة إلى الخارج. وعادة ما يحاول النظام الإيراني الدفاع عن نفسه من خلال تصدير يعني مشاكله الداخلية، مرة يلقيها على داعش، ومرة على الدول الإقليمية، ومرة على إسرائيل وأمريكا، والآن على بريطانيا وفرنسا، وهلم جرى. طيب سيد شريعة مدار، يعني الهروب إلى الأمام، يعني دائما اللجوء إلى مسألة المؤامرة الكونية، إسرائيل، إقليم كردستان، الغرب، لندن، بريطانيا، يعني بريطانيا هم المسؤولون عما يجري في إيران. لماذا لا تقيم السلطات هناك أن المشكلة هي داخل النظام الإيراني كما تقول الصحف؟ يعني الشرق الأوسط تتساءل عن ذلك بشكل واضح، المشكلة هي في إيران من الداخل وليست من الخارج، ما رأيك؟ أولا بالنسبة لوفاة مهسا أميني، ولا يمكن أن نعبر كما قلت سابقا عن هذه الوفاة بالقتل، لأنه لحد الآن لا توجد أدلة تثبت
ذلك. بالنسبة لوفاة مهسا أميني، طيب عفوا الحكومة فقط عند هذه النقطة لو سمحت، الحكومة الإيرانية ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها المدنية. لا تقاطعيني، إذا تقاطعيني أنا سأنسحب من البرنامج. خليني أكمل الفكرة بعدين لك الحق. هذه الطريقة مرفوضة جدا. الحكومة الإيرانية تتحمل مسؤوليتها المدنية في مقابل أخطاء موظفيها إن قاموا بخطأ ارتكبوه أولا. ثانيا، الذي ارتكب الخطأ إن كان ذلك قد حصل ينبغي أن يتحمل مسؤوليته المدنية والجزائية، وهذا يتم بعد إكمال التحقيقات. هذه النقطة الأولى. فيما يتعلق بقصف المناطق الفصائل الكردية المجرمة والإرهابية في أربيل في العراق، هناك تنسيق دائم سياسي ودبلوماسي وأمني واستخباراتي وعسكري مع الجهات المعنية، إن كانت نعم أسمعك. يبدو أن الاتصال انقطع مع ضيفي من طهران، لكن كنت أريد حتى يفهم المشاهد التعليق على مسألة المقتل بأن هذه الصفة لم نستعرها نحن، حتى أشخاص داخل البرلمان الإيراني أشاروا إلى مقتل هذه الفتاة الكردية وطالبوا بضرورة التحقيق مع شرطة الأخلاق. أذكر منهم هنا الكوشي، النائب الإيراني الكوشي الذي انتقد هذه الممارسات وقال بأنها ستؤدي إلى أزمة كبيرة داخل إيران. عموما مشاهدينا، إيران شهدت خلال العقدين الماضيين عددا من المظاهرات، نتابع أبرز هذه الاحتجاجات ونعود للنقاش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، بالعودة إلى ضيفي من طهران. جاهز؟ نعم. سيد شريعة مدار، برأيك هل الربيع الفارسي قادم بعد عقد من الربيع العربي اجتاح الدول العربية؟ هناك من يقول بأن من يحصد الريح لا من يزرع الريح لا يحصد إلا العاصفة. هل اليوم نحن أمام هذا السيناريو برأيك؟ حتى لو لم تؤدي هذه المظاهرات إلى خلخلة النظام الحالي، لكنها ربما تؤسس لهذه الحالة مستقبلا. نعم، اسمحي لي أن أكمل إجابتي السابقة. فيما يتعلق بأربيل في العراق، هناك جهات انفصالية إجرامية إرهابية تستخدم الأراضي العراقية، وإيران أعلنت دائما بأنها تضرب أي موقع تضرب منه أو تهدد منه، وهذا من حق إيران. السيادة الإيرانية تخترق من قبل هؤلاء ومن يستضيفهم في كردستان العراق أو على الأراضي العراقية، ولذلك لإيران حق الرد. أما بالنسبة للإعلام الخارجي والأجنبي، سيدتي، بعض هذا الإعلام تحول إلى ورش تدريب لصناعة الكوكتيل مولوتوف ولإثارة أعمال الشغب. أنا أطلب من قناتكم الموقرة أن ترصد بعض هذه القنوات لمدة يوم أو يومين حتى تلاحظ مدى الحشد والتدريب الذي يحصل من قبل هذه القنوات لإثارة أعمال الشغب لصناعة الكوكتيل مولوتوف، القنابل المحرقة. لا يمكن أن نقول أن هذا لا يعتبر تدخلا في الشأن الإيراني. لا يمكن أن نقول إن قناة إعلامية تنطلق من لندن مثلا
تثير أعمال الشغب، تحرض المشاغبين على صناعة القنابل الحارقة، ثم نقول أن لا يوجد هناك أي تدخل. أرصدوا هذه القنوات حتى تعرفوا ماذا أقول. أما بالنسبة لما سميته حضرتك الربيع الفارسي، هذا نحن نسمعه منذ 44 عاما، منذ انطلاق ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والقنوات الإعلامية والجهات السياسية والدبلوماسية المعادية تقول بعد غد، بعد 6 أشهر لن يرى النظام الإيراني رأس السنة وما إلى ذلك، والنظام الإيراني مستمر بسبب الدعم الشعبي له. لا أقول ليست هناك معارضة، نعم هناك معارضة قوية إن كانت في الداخل الإيراني أو في خارج إيران، لكن هذا لا يعني، وهذا أمر طبيعي وحالة صحية، بالعكس تدل على وجود آراء متفاوتة ومتعددة داخل إيران ووجود حرية التعبير، لكن هذا لا يعني أن نظام الحكم في إيران سيسقط كما تقولين مثلا إثر ما تسمينه الربيع الفارسي. طيب ضيفي من لندن، يعني يبدو أن يعني حالة المكابرة ما زالت موجودة داخل إيران، وهو ما يعيدنا كما قلت سابقا إلى حكم الشاه وإلى عدم تصديق ما يجري وتغيرات المجتمع، وبالنهاية أدى ذلك إلى خلخلة نظام الشاه. هنا أريد أن يعني أن أسأل عن إمكانية أن تؤسس هذه المظاهرات أو هذه الاحتجاجات لنتيجة مجدية لمطالب المحتجين، خصوصا وأن القيادة غائبة داخل هذه الاحتجاجات، لا يوجد قيادة، لا يوجد استراتيجية واضحة لدى المحتجين. يعني يعني الحديث من الأعلى إلى التحت هو أسلوب حكام إيران. يعني وفق الدستور الإيراني خلال الفترة الملكية، الملك كان ينوب الله على الأرض، وبعدها لما صارت الثورة أصح الملك، صار الخميني الملة الملالي أصبحوا ينوبون الله على الأرض. فهذه العقلية أساسا هي عقلية متجذرة لدى العنصر الفارسي في إيران والدعم الذي يتلقاه. وبالمناسبة الفترة التي الآن نمر بها هي تماثل الفترة التي مر بها الملك السابق الإيراني الذي سقط على يد اجتماع وتوافق غوادالوب في منطقة الكارائيب بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبعدها بطائرة إير فرانس جاءوا بالخميني وأدخلوه، رغم أن الجيش الإيراني أغلق سماء إيران، لكن الطائرات الأمريكية فتحت السماء ليجلس الخميني على العرش في طهران. طيب، كان توافق لإسقاط النظام الملكي في إيران والمجيء بالثورة الإسلامية بين القوسين. وبالمناسبة في نفس السنة كانت هناك أسلم في مصر وأسلم في السعودية، أي المجيء تضحت الفكرة. أعذرني لم يتبقى لدي وقت، تضحت الفكرة التي تريد أن تتحدث بها. سؤالي الأخير مع دكتور علي، دكتور علي، كيف سيؤثر هذا التطور الداخلي على مجريات الاتفاق النووي، خصوصا وأن الدبلوماسية الأمريكية والغربية اليوم تبدو محرجة مما يجري في طهران من هذا العنف الذي تقابل فيه سلطات المحتجين أمام الشارع الأوروبي والغربي والأمريكي؟ يعني بشكل سريع، دعيني أولا أقول أن هذه التظاهرات صح خطيرة، لكنها لن تؤدي إلى إسقاط النظام، هي ستزيد من التآكل في شرعيته. وأعتقد أن التحدي الأكبر هو في مرحلة ما بعد خامنئي. بالنسبة إلى الاتفاق النووي، أعتقد أن الآن حظوظه انخفضت للغاية مع هذه التطورات داخل إيران. حتى لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء إيران ما تريد، أعتقد أن النظام الإيراني لن يقبل بضغوطات، لأنه يعني يقدم نفسه على أنه ضعيف أمام الشارع وأنه قبل، نتيجة للتطورات الداخلية، ولذلك النظام الإيراني بالعكس سيكون أكثر تشددا. وفي المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم تنازلات، على اعتبار أن هذا سيلقى انتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما من قبل الكونغرس الذي سيرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة بايدن تحاول مساعدة النظام الإيراني ضد المتظاهرين كما فعل
أوباما عام 2009 عندما تخاطب مع خامنئي وقدم له يعني المزيد من التزامات باتجاه الاتفاق النووي. أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع دكتور علي بكير، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفي من لندن الباحث في الشؤون الإيرانية محمد مدحجي، وشكر الموصول لضيفي من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق مهدي شريعة مدار. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. المؤشر انتهى، إلى اللقاء. We'll be right back.